مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام، أهلا وسهلا في حلقة ثانية من حرف ولون ونغم من داخل منتجع ود الأسد. أما عن قلمنا فهو استطاع أن ينقل المعلومة الصادقة والأخبار المؤكدة، واستطاع أيضا بخبرته وحنكته يسلط الضوء على كثير جدا من القضايا في المجتمع. سعداء أن نرحب بالأستاذ سامي الطيب، أهلا وسهلا. مساء الخير، سلامي ومحبتي للجميع. أنا سعيد بالاستضافة في قناتكم الفتية، مرحب بكم، وإن شاء الله نقضي سهرة ممتعة نتجاذب فيها أطراف كل شيء ممكن. الله يكرمك. أما عن لون هذه الحلقة، هو الفنان الأنيق الذي حول كثير من القطع الصماء بين أصابعه إلى لوحات فنية تنطق سحرا وجمالا. مرحبا أستاذ الفنان التشكيلي أبو بكر الشريف، أهلا بك. مرحبا بكم ومرحبا بقناة الشروق، سعيد أني أكون ضيف على قناة الشروق، أتمنى أني أكون خفيف الظل على المشاهدين إن شاء الله. الله يكرمك. سعداء أن يكون الظهور الأول له على شاشة الشروق بصوته الدافي الشجي هو محمد حسين الشهير بالصداحة. محمد ود الجبل، أهلا وسهلا. مرحبا بك حبابك عشرة. نحن سعيدين لأنه نحن الليلة في معية الغناء قناة الشروق، القناة الجميلة، وكل التحية للتيم العامل، وأتمنى أنه الليلة نقضي ليلة سعيدة مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله نعرفك بياتو الصداح ولا ود الجبل ولا أحمد حسين. ود الجبل لأنه الجبل لها أفضل كبير علي، ويعني ما بقدر زي ما نقوله أو فيها حقها، وأتمنى أنه يعني أقدر أقدم له ولو جزء وفير، يعني حاجة بسيطة منه. طيب أدتني له إن شاء الله. نقدم للمشاهد الكثير والمفيد اللي أنت تحدثت عنه الآن. أكيد في الحلقة دي حنسمع شنو؟ كيف افتتاحية؟ رفع قلبي بجناح النسائم، رفع قلبي بجناح النسائم، راح وشافك وشاف جمالك، راح وشافك وشاف جمالك، شاف جمالك وانت نايم، شافك لقى أجمل ملاك، وارضى فرويك غطاك ندى، شافك لقاك أجمل ملاك، وارضى فرويك غطاك ندى، يا وردة أحلى من الزهور، بال القمر يا حلو خلاه الظهور، رسلت قلبي ليك هناك، جاني ورجع مختار وعاد، احتار انا احتار انا احتار انا احتار انا. أنا عمري وين؟ أنا قلبي وين؟ أنا عمري وين؟ أنا قلبي وين؟ قلب المعز كم سنة احترت في أمر السنين، يا من هناك ولا الهنا بقت حياتي مقسمة، نصف الأرض ونصف السماء، ما بقت حياتي مقسمة، نصف الأرض ونصف السماء، وانت القمر وانا كل ما دح السحاب ألقى قريب فيك الدلال، وصف الدلال حق الشباب قالوا الدلال، في الدلال حق الشباب، ما فيك الدلال، وصف الدلال حق الشباب، يا اخي الدلال، وصف الدلال حق الشباب،
وانت السحاب حجبت كتير وانا في الارض يا روحي هانك من هجير احتار انا احتار انا احتار انا ليه بتنسى ليه تنسى ليه وانا قلبي في ذكر كبير يوم لقيتك يوم هويتك الحنان في أحلى نظرة وابتسامة في حياتي أحلى ذكرى في الحنان ابتسامة في حياتي أحلى ذكرى وبالإشارة لفت عابرة شفت حبك وكنت قايل أنا كنت شايف الجميل عارفين محبك والعيون راضاني لما انا لما ابغى جنبك بتنسى ذكرى فيها انت فيها قلبي وفيها قلبك ليه تنسى ذكرى فيها انت فيها قلبي وفيها قلبك فيها قلبي فيها قلبك فيها يوم المهرجان ذكرى يوم أحلى يوم ذكرى يوم المهرجان أحلى من عمر الزمان احتارنا نواصل مشاهدينا هذه الحلقة نبدأ بالحرف وإحنا عايزين نكلمح شابة ودي تجربة احتفاء بالشباب يعني في 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 الثالوث الجميل ده يعني من 2006 ولحد الآن تجربة ممتدة وعطاء كبير فلو عايزين نلخص تجربتك في البدايات ما بين 2006 وما بين 2022 طيب يمكن بداياتي مع مهنة التعب كانت في 2006 ويمكن كانت بدت بطريقة غير مباشرة وأنا في الحقيقة يعني خشيت المجال الصحفي من حجر تحت شجرة كان الصديق عبد الله عثمان في الوقت ده بيكتب في صحيفة الانتباه حاجة اسمها جريدة الجرائد اللي هو ده كان تلخيص يعني لل ما يأتي في الصحف قبل يوم عناوينه ويتم التعليق عليها فبدأت من هناك بنقعد مع بعض بنعلق على المنشطات وبنمعن في انه التعليق يكون مقتضب وساخر الحاجة دي امتدت يمكن زي شهرين بعد ذاك اتفاجأت بأستاذ جبورة وأستاذنا ربنا يدي الصحة والعافية وهو كل مرة بيذكرني بيقول لي أنا ما ندمان إلا إني دخلتك عالم الصحافة بسبب يمكن المتاعب الجمة اللي أنا أدخلتها فيه يعني أدخلته في مشاكل يمكن هو كثير من زمنه بس بيحلحل في المشاكل بتاعتي أنا من مجلس الصحافة لبلاغات أخرى من مواطنين إلى كده فقال لي يا أخي خلاص يا سامي أنت بعد كده كفاية عليك الحجر ده تعال أدخل معانا جوا في الصحيفة
فبديت بحاجة اسمها فاصل ونواصل، اللي هو برضو عمود كان على شاكلة جريدة الجرائد، بتناول فيه عدد من الموضوعات، يعني ما زي الأعمدة الموجودة ذات الموضوع الواحد. فدي برضو كانت من الحاجات اللي بتاخد زمن وجهد، اللي هو انت لازم تنوع المواضيع، تجتهد وما إلى ذلك. فبعد ذاك الأمور يمكن مشت تواصل، وبديت أعمل الفاصل ونواصل. فبدل العمود يعمل المشاكل من داخل ابتداء من داخل الجريدة ذاته، يعني في السياسات بتاعت الجريدة كثير ما العمود يجنح يعني. فتاني يوم بيكون طبعا المسؤولية تحت رأس مدير التحرير ورئيس التحرير. دي حنشوف التحديات دي. لكن يا سامي، يعني لو لخص، انت هسه بديت من 2006، وقدر كيف كان الموضوع صعب انك تدخل المهنة، لكن شغف وحلاوة البحث وراء الحقيقة وصلك الآن لغاية صحيفة المواكب، دي آخر تجربة ليه؟ طيب، هو طبعا من 2006 لحد 2020 مريت أنا بتجارب عديدة، وانتقلت في عدد من الصحف. كانت خلاصة التجربة تأسيس صحيفة المواكب مع الصديق العزيز رضى الله غربة وأنور عثمان. وحقيقة يعني صحيفة المواكب نحن المفروض نجيها في الختام، لكن هي يمكن من أعظم الصحف اللي صدرت يمكن في تاريخ السودان، وقدرت أنا من خلال أجمع أخيرة أبناء هذا الوطن من أجل الحرية والسلام والعدالة. لكن إذا رجعنا ما قبل صحيفة المواكب وبداية المسيرة، الصحفي ده أو الإعلامي ده هو بتولد إعلامي، يعني مهما كانت المتاريس ومهما كانت العقبات، انت في النهاية بالمثابرة والصبر بتصل. وهي المهنة الوحيدة اللي ما فيها غش، ما فيها إمكانية غش، لأنه اللي بيجي بالغش ما بيصمت فيها، سرعان ما سينهار. يعني ما في إبداع فيه غش، ما في يعني في أشياء لا تحتمل ذلك على الإطلاق. وفي المشاهدات ظاهرة للمشاهد وظاهرة للكاتب أو القارئ، وهو اللي بيقدر يقيم ويحكم تجربتك. يعني حنجي للمشاوير دي إن شاء الله في خلاصات عشان كلنا نديها حقها. أستاذ أبو بكر، الفن التشكيلي هو فن عميق بيعتمد على الخفة، بيعتمد على الذكاء، وفن مسموع ممكن نقول من خلاله بالذات. يعني 2001 وانت ظلت وفي حتى بالنسبة للجامعة اللي انت قريت فيها وأصبحت تدرس الطلبة وتوفر كل معينات العمل بالذات، لأن هي ما موجودة في السودان. فبرضو كبطاقة تعريفية للمشاهد الكريم اللي بيشاهد اللون، يعني ما بين 2001 و 2020 سريعا كذا، كيف ممكن نلخص تجربتك دي؟ يعني هو طيب، شكرا لكم. وطبعا في البداية أنا طبعا تخرجت 2001. 2001 التخريج، نحن في كلية الفنون في الوقت ذاك ما كان في مادة فسيفساء تدرس، وأنا واحد من الناس للأمانة ولا كنت أعرف أصلا، يعني المفردة سامعة من خلال الكتب وكده. لكن 2004 وأنا كنت في السعودية، كان في واحد بيشتغل الشغل بتاع اللوحات بتاعة الفسيفساء، وبعدين كان بيدس السر بتاع المهنة ده، يعني ما بتشوف كيف هو بيشتغل. أنا كنت بشوف المنتوج بتاعه، كان موضوع مشوقني جدا جدا إنه أعرف أرأي له كيف بيشتغل. كنت بشوف المنتوج بتاعه، وقدر ما أحاول أشوف هو ما بديني فرصة، لحد ما جيت السودان 2007. كان اشتغلت مع دكتور عادل كميدة، ومن هنا في البداية المفترض أنا من لا يشكر الناس لا أشكر الله، أنا بشكر كل اللي ساعدني في دراستي للفنون، واللي شجعني من الأسرة وغيره. بشكر الدكتور عادل كبيدة في بدايتي، بشكر الدكتور سعد روماني اللي خدتاني في، هو مصري اللي خدتاني في العتبات الصحيحة، بشكر أستاذنا والمربي مربي الأجيال إبراهيم الدقي في تونس. فالمسيرة بدأت
طيب نجيب فينا لانه السؤال قاعد يكون عالق بالنسبه للمشاهد الان. انت بعد ما مشيت برا شفت المشاهدات، ليه هو خبأ فكره انه تكتشف سر المهنه يعني، وليه تشوف الشكل النهائي؟ هل القله يعني لقله المبدعين والناس الفنانين فن الفسيفساء بالذات يعني؟ هو ذاك مجرد فنان بيحسب حسابات انه انا لو في حد يتعلم مني الحاجه دي قد افقد وظيفتي دي. هو شغال براتب عالي جدا، فهو ما داير حد يعرف كيف بتتم عمليه انتاج لوحه الفسيفساء، ما عايز حد يعرفه عشان ما تحصل له منافسه في 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 يعني سير مهنه، محافظه على سير مهنته يعني. وانا بفتكر انه ما صحيح، انت مفترض تعلم الناس، واي حد داري يعرف انت تديه ورازق ربنا سبحانه وتعالى. طيب نجيف حالي ل 2006 ودخوله فسيفساء للجامعه، وبعد ذاك بدات تستنطق كثير من التفاصيل. حنمشي لابو حميد، محمد حسين، حمود الصداح، ثالوث متكامل الفن، الكلمه واللحن والاداء، وده اللي بيشكل عمق الاغنيه يعني. فعايزين نسمع منك، حنسمع شنو نهدي المشاهدين. انت نسيت ايام ما كنا نعيش الحب في عهده الاول، انت نسيت ايام ما كنا نعيش الحب في عهده الاول. يا ما كثير وكثير فكرنا وكنا بنحلم بالمستقبل، يا ما كثير وكثير فكرنا وكنا بنحلم بالمستقبل، لكن فجأة بدأت تتنكر وعن ريدتنا بقيت ما بتسأل، ولكن فجأة بدأت تتنكر وعن ريدتنا بقيت ما بتسأل، وضمك رغم الطيب اللي فيه أنا بستغرب كيف تبدل، قلبك رغم الطيب اللي فيه أنا بستغرب كيف تبدل. أسأل نفسك كيف تجاهل شوق قلبينا، فاكر الكلمة اللي قلتها ليا وانت في لحظة هنية سعيدة، يا اخي فاكر الكلمة اللي قلتها ليا وانت في لحظة هنية سعيدة، اتعاهدنا عليك الدنيا مضى عمرنا محبة شديدة، اتعاهدنا عليه حنية مضى عمرنا محبة شديدة. أكنت بريدا زي عينيا وأنا صدقت كلام الريدة، أكنت بريدك زي عيني وأنا صدقت بكلام الريدة، عارف قلبك وافي ومخلص إنك تقصد حاجة بعيدة، أنا عارف قلبك وافي ومخلص إنك تقصد حاجة بعيدة. أسأل نفسك
بينك وبين علي خلاصنا. اسال نفسك بينك وبين عن خلاصنا كيف تجاهل شوقنا لبينا. براجع نفسك ما تكون ياير وخلي حياتنا تعود لهناها. يا اخي راجع نفسك ما تكون ياير وخلي حياتنا تعود لهناها. وما تحطم بايدك نفسي والامال القلبي بناها. يا اخي واتحطم بايدك نفسي والامال القلبي بناها. ومهما نسيت انا برضي بحبك وساعة عطفك بستناها. انت مهما ساعة عطفك بستناها. ومهما تزيد ألمي وهجراني فرضي سعادتك بتمناها. مهما تزيد ألمي وهجراني فرضي سعادتك بتمناها. أسأل نفسك أسأل نفسك بينك وبين عن إخلاصنا كيف تجاهل شوقنا لبينا. يا اسأل نفسك بينك وبين عن إخلاصنا اسأل نفسك بينك وبين عن إخلاصنا اسأل نفسك بينك وبين عن إخلاصنا كيف تجاهل شوقنا لبينا. حيكون ده محور الإخلاص، الإخلاص في المهنة، مهنة المتاعب، ما بين الشغف، شغف المهنة وإخلاصك في عملك، ما بين المنتوج والمردود كمان. فنتكلمنا عن أبرز التحديات اللي بتواجه العمل الصحفي وواجهتك أنت في بداية مسيرتك، لأنه في مشاهدين، في راغبين يدخلوا المجال ده. كثير من التحديات اللي كانت بتواجه أي شخص في بداية عمله الصحفي هو تحدي التوظيف. فأنت بتشوف الحاجة دي كان بالنسبة لك سهل إنك تدخل المجال ده بمعاونة ناس معينين، ولا أنت سعيت زي ما قلت في بداية تجربتك؟ في الحقيقة أنت لم يكن نفسك طويل في كيفية الولوج إلى عالم الصحافة، بالذات في زمن السابق قد تحبط في أي وقت. أنا حقيقة كانت لي محاولات مستميتة يمكن منذ المرحلة الثانوية أو ما قبل الثانوية في إني ألج المجال الصحفي بكل أو في واحدة من ضروبه. أنا في الحقيقة يعني بالنسبة للعمل الإعلامي ككل، لأنه أنا جربتهم كلهم طبعا. أنا عملت كمذيع، وقبل ما
أكون مذيع يمكن اترفضت أكثر من 3 مرات في إنه يجاز صوتي، ويمكن بعد محاولات 6 سنين متصلة أنا جزت صوتي في جوبا في جوبا. فمشيت القضاري في انترطة ومشيت كسل انترطة وجيت مدني انترطة، وبعد ذاك مشيت نيالة برضو قالوا لي لا ما عندنا طريق. وكانت السبب شنو يعني؟ والله كانت أسباب مختلفة، لكن بالنسبة لي أنا ما مقنعة ما مقنعة على الإطلاق. لكن الزمن السابق كان صعب شوية في قبول بعض الوجوه في إنها يعني يتمهد لها الطريق في إنها تكون هنا. يمكن النظام السابق كان حريص جدا على النواحي الإعلامية، ويمكن وجوده اللي قارب إلى 30 سنة كان مربوط ارتباط كامل بقبضة الحديدية بالنسبة للإعلام. يعني أنت بتشوف تحدي الدخول هو مرتبط أو تحدي التوظيف هو منطلق الشلة، ولا أنت شايف هو مبرر حقيقي بتاع رفض لإمكانيات لتفاصيل عمله ما الإعلامي أو الحياة الأساسية ما موجودة يعني؟ والله يشوف هو طبعا أنا زي ما قلت الإعلام ده أصلا ما مرتبط بوساطة أو بأنك أنت تستطيع أنك تتعلمه. إن لم تتوجد فيك الفطرة وإن لم تتوجد فيك الموهبة أنت حتسقط في أي معترك، في أقرب معترك أنت حتسقط. لذلك الناس يعني تقريبا ما في إعلامي ما ذاق الأمرين بعد ذاك قدر يصل. يمكن أن إحنا أستاذنا أيوب صديق يمكن هنا اترفض إجازة الصوت وتم إجازة صوته في بريطانيا في البي بي سي. لكن يعني في أسباب أخرى، يعني دائما الفرص لما ما تكون متساوية هي دي دائما بتكون الإشكالية. لما يكون في محاباة ولما يعني يكون في زي ما بيقولوا خيار وفقوس هنا يعني بتظهر الإشكالية، اللي هي بيظهروا في السطح ناس ما لهم علاقة أصلا بالمهنة، وبيسقطوا يمكن ناس بسبب اليأس وعدم الصبر، بيسقطوا ناس ممكن يكونوا مبرزين جدا. طيب نقف هنا، ذا نقول التحدي الأساسي والرئيس لولوجك للمجال ده هو كان تحدي التوظيف، وكان عنده مبررات وأسباب تانية كثيرة. طيب نمشي لأستاذ أبو بكر والدخول في عالم التشكيل، رحلتك الخارجية بعد جيت من برا، والشخص اللي كان أنا ما أعرف هو بخيل يعني بخيل في شكل التعلم إنه ما يعرف الناس بالفن فن الفسيفساء. ف 2006 دخل الجامعة كلية الفن الجميلة جامعة السودان، نتكلم عن النقلة دي في حد ذاته في السودان لأول مرة يعني. طبعا 2000 وتقريبا 2005-2006 دخلت مادة تدريس مادة الفسيفساء مع دكتورة كانت جات من مصر، هي بدأت تدرس في كلية الفنون الجميلة، وتقريبا ما متأكد بالضبط استمرت كم، لكن أبو 3 سنوات. بعد ذاك الموضوع عملت شنو في الفترة دي هي؟ يعني اجتهدت هي بالمناسبة، يعني للأسف الشديد كلية الفنون الجميلة يعني ما عندها مواد، ما عندها أدوات عشان تقدمها للدارس. يعني حتى نحن لما اتخرجنا من الكلية المواد كلها انت بتشتريها، انت الدارس بيشتريها بنفسه، يعني من بتجيب القروش من والدينك وبتدفع القروش بتشتري المواد بتاعتك. فما قدرت الكلية توفر لهم، هم كانوا محتاجين سيراميك، محتاجين في حاجة اسمها أزمالت، في حاجة اسمها قزاز ملون بيقولوا عليه أوبالين، محتاجين قصافات معينة. الحاجات دي ما كانت متوفرة لهم للأسف الشديد في فترة الدكتورة. كانوا بيشتغلوا بالسيراميك وبكماشة، دي أبسط الحياة. وبفتكر إنه المنتوج اللي اشتغلوا في الفترة دي كالطلاب بالكماشة والسيراميك المادة العصية دي، هم أنتجوا إنتاج كويس مقارنة بالمادة والأداة الاثنين صعبات. يعني الأستاذة دي خلت شنو وراها؟ يعني ناس بيدرسوا استشفوا منها الحاجة دي، ولا هي فقط عرفت وكانت بتدرس بعد ذاك المشاهدات من الطلاب؟ هي كانت بتدرس وعرفت الأساتذة على المجال ده. الطلاب اجتهاد في الحاجة دي، يعني في طلاب يشتغلوا شغل كان مميز جدا جدا،
بالمواد والخامات اللي قلنا عليها صعبة دي، فكان في منتوج جميل. الإشكالية ولا الإشكالية يعني بتحس إنه لو لقوا لقاه أبو بكر الشريف من أدوات وخامات كان ممكن المنتوج بتاعه يكون أفضل من كده بكثير. هي علمت الناس، بدأت الحاجة البذرة موجودة في الكلية واختفت لأسباب هي أعلم بها، لكن فضلت المادة مرات تدرس مرات ما تدرس، مرات تتحبش مرات ما تدخل في الامتحان كده. حنجي لذا، حنجي للإقبال برضو بتاع الطلاب، التحدي اللي بيواجه الطلاب داخل الجامعات في الفنون المختلفة دي بالذات، واهتمام برضو الدولة، وبرضو الخلفية بتاعت المشاهدات من قبل المجتمع اللي أصبح يهتم في الفترة الأخيرة بالفن التشكيلي على العموم. حنجي لكن حنستمع برضو، وخلي السادة المشاهدين شوية كده يكونوا معانا في النغم الجميل مع الصباح. الكرة ضرب ورقا جرار جدار، الكرار عديد كبر عليه وصار. الكرة ضرب ورقا جرار جدار، الكرار عديد كبر عليه وصار. جدار كما صار كلهم بولاد، جندات المصار كلهم بولاد. سيفك في قباري في الرجال صيار، في ارتك بنبوس نواعة الفرسان. الليل ماقنين الزورون أسرار لابتين يا علي تكبر تسيد حملي، إياك علي خلاك موي تخري. لابتين يا علي تكبر تسيد حملي، إياك علي خلاك موي تخري. الجار والعشير الكان أبوك حامي، الغني والفقير الكان أبوك بالدين. سولة من العنق الحرير وزقي، سولف من العنق الحرير والزبيب. تابع إلى الوجوه أبشر ضربك دشين سوي، سيفك في قباري في الرجال أروي. فرتيك تم نبوس دواعة الفرسان، أني الماغنين عزف قرون أسنان. يسوون الكرامة صرفنا فرحانين، ضربوا بيقلوا الجون العيال مارقين. وبحولنا الكرامة صرفنا فرحانين، ضربوا بيقلوا الجون العيال مارقين. بسأل عن الفارس اللي بيقود تزعين، بسأل عن علي الولد اللي بيقود تزعين. اللي دير العلي ظهر الخبوب والطين، اللي دير العلي ظهر الخبوب والطين. ما بياك للضعيف الله، الله ما بسالب المسكين إلا شيمة أسد أبقر الطنهين. فرتك كم نبوس نواعة الفرسان، الليل وابني عزف قرون أسنان. يا ليل يا ليل يا ليل، أنا ما داير لك قلبي تمر ما تنشح، دايرات يوم لقى بدميك تتوشح. وما داير لك قلبي تمر ما تنشح، دايرات يوم لقى بدميك تتوشح. الميت وتولب والعجاج يفتح، الميت وتولب والعجاج يفتح. أحيا علي سيف والبسوي التح، أحيا علي وسيف والبسوي التح.
يا اخي في البيت كم نبوس لويعتك فرسان اللي الباقي ليه عزه وقرون اسنان شير والله تمر ما تنجح دايرات يوم لقى بدميك تتوشح ما دايرة لقلبي تمر ما تنجح دايرات يوم لقى بدميك تتوشح الميت وتولب والعيا يكتح الميت وتولب والعيا يكتح أحيا علي سيف المسوي التح حيا عليه وسيف والمسوي التح في الكيك بنبوس لويعة الفرسان الليل وابنيه عز وقرون أسنان أبشر أي فرتك كم لبوس لويعت الفرسان الليل وابنين أي فرتك كم لبوس لويعت الفرسان الليل وابنين يا أخي الليل وابنين أوه الليل وابنين أبشر الليل الليل وابنين أوه الليل وابنين أبشر والله الليل وابنين أوه في البيت كم نبوس لويعت الفرسان الليل وابنين عز وقرون أسنان واصل مشاهدينا في هذه الحلقة الثانية من حرف ولون ونغمنا مباشرة للحرف سامي لو نتكلم عن يعني الحريات ما بعد الثورة المجيدة وانت قبيلة تكلمت عن تحدي التوظيف وتحديات كبيرة هي تحدي التوظيف تحدي التأهيل نفسه والتدريب بالنسبة للصحفي خاصة مع الكليات اللي أصبحت تفرخ في الفترة الأخيرة كثير من الطلاب الراغبين يعني الدخول مجال الإعلام فأنت كيف بشوف بزاوية شوفك منطلق تجربتك يعني الحريات حريات حرية الصحفية ما بعد ديسمبر يعني رغم التضييق اللي كان في الفترة السابقة ورغم أنه يعني كان بيعمل الصحفيين الشرفاء في ظروف بالغة التعقيد حقيقة وهم دفعوا يعني ثمن مهنتهم تشريد وقمع يمكن أفضل الصحفيين الأحرار اللي كانوا همهم هذا الوطن تعرضوا إلى شتى أنواع القمع وشتى أنواع المحاربة حتى يعني في بعض الأحيان وصل الأمر إلى إيقافهم تماما يمكن بعض الصحفيين لم يمارسوا المهنة بصورة مستديمة إلا يمكن بعد التغيير ولمدة سنة يمكن فقط لذلك أنا أقول إنه يعني مدة سنة ليه يعني هسه ما في حرية صحفية بالنسبة للكاتب الصحفي إنه يكتب يعبر عن رأيه الآن الصحافة في السودان أخذت منحنى آخر بالذات الصحافة الورقية ويمكن المنصات الأخرى خصمت كثير من الصحافة الورقية الرسمية وصراحة يعني في إشكالات كثيرة جدا تكالبت على الصحافة الورقية الرسمية وخلت الآن في إضمحلال كبير جدا حنتكلم عن الصحافة الورقية وحنتكلم عن الإعلام الجريد أو الصحافة الإلكترونية وبرضو انتقال الصحافة الورقية للجانب الإلكتروني أكيد بنشوف هسه بمنطلق عام إنه في حرية صحفية بالنسبة للصحفيين يمارسوا عملهم حتى من خلال الميديا يعني الإعلام الجريد يعني في حرية التعبير عن الرأي والرأي الآخر والله هو طبعا الآن أفضل مما سبق قبل التغيير رغم أنه الآن الأوضاع هي ليست مثالية
وبقى في خصم اخر يعني غير الظروف اللي اتفرضت ذاتها الان على الصحف هي طبعا خصم اخر برضو على حريه الصحافه. ما زلنا محتاجين الى الصحافه الورقيه لانها هي الاكثر مصداقيه وانضباط اخلاقي. جميل استاذ ابو بكر، نحن طبعا مشينا رحله يعني لحد ما وصلنا وقلنا في 2006 والدراسة لإدخال مادة أو منهج الفسيفساء في جامعة السودان كلية الفنون الجميلة. لو تكلمنا عن أولى أعمالك خاصة في فترة كان بيضعف فيها تواجد كل المعينات اللي بتخليك أنت تنتج مادة بأعلى جودة يعني، فكيف قدرت تتجاوز كل التحديات دي وتعمل لك اسم وتعمل لك بصمة واضحة يعني باستثناء من أبناء جيلك الموجودين؟ بالمناسبة الحمد لله يعني أنا أحمد ربنا كثير إنه أنا كنت من المحظوظين اللي جيت حد قدامي وراني المواد وراني الأدوات واشتغل قدامي وخداني فرصة إن أنا أشتغل معه أعمال فسيفساء اللي هي كانت جداريات كانت مع دكتور عادل كبيدة، كانت 48 متر دي قطعة 48 متر في جامعة أم درمان الإسلامية، وكانت واحدة تانية 29 متر برضو في جامعة أم درمان الإسلامية. فأنا واحد من الناس المحظوظين يعني المعاناة اللي كنت بعانيها عشان أنا ألقط لي معلومة أو أشوف الرأي اللي بيشتغل كيف، أنا أتيحت لي الحياة دي كلها زي ما تقول قدمت لي من طبق من ذهب. فعشان كده أنا بقدم مثلا الشكر له اللي تقدم لنا ده، بحيث أنه أنا ده واجب علي أنه أنا أقدمه لطلاب كلية الفنون الجميلة ولكل شخص عايز يتعرف على فن الفسيفساء. يعني أول جدارية اللي عملتها مع الأستاذ كبيدة؟ أول جدارية عملتها مع دكتور عادل كبيدة كانت هي 48 متر مربع في جامعة أم درمان الإسلامية. ونتكلم عن توفر المعينات، يعني إحنا قلنا قبل إنه الجامعة هي فقط تدرس، لكن التطبيق أو توفير المستلزمات الأساسية بتاعت المهنة نفسها يعني ما موجودة. أنت تحصلت عليها كيف يعني؟ هل كرم منه ولا انت بحثت وفتشت من برا؟ هو استجلب المواد بعد ذاك. انا على الاقل انا اتحسست المواد وعرفت شكلها بعد ما استجلبها عشان اشتغل بها اللوحه، ادانا منها وتحسست المواد وعرفتها. ثاني سافرت القاهره جبتها بديت اشتغل يعني نفسك اللي اداني له اشتغلت به وقدامه. وثانيا سافرت ثاني براي جبت المواد براي كمان برضو بدأت اشتغل يعني قدرت تكون وتأسس لنفسك طبعًا. ما بعده طبعًا. طيب اللوحة الثانية شنو الحاجة اللي انت في منتوجك في بداياتك اللي عملتها وللآن بتتذكره وبتستحضره، طريقة مشهدها كيف كان؟ هو انا في فترة برضو في الفترة دي برضو انا مشيت القاهرة، كان لابد عشان انا أتعرف على الفن ده كويس لازم أتعرف عليه أكاديميا، يعني ما تبقى مسألة بتاعت حاجة أشبه بالصنعة وخلاص، لا أنا عايز أعرف تاريخها أدواتها تطورها كل الأشياء المتعلقة بها، لأنه بحس إنه أنا حتى بالرغم من دراستك ليه في الكلية؟ لا نحن ما درسناها، أنا ما درسناها، نحن في الكلية ما درسناها، الكلية نحن ما درسناها. أو إدخال في العام 2006 كانت مشاهدة بعدينا بعد ما نحن تخرجنا، لكن كان لابد ان انا اتعرف عليها بشكل يعني عشان اقدر لما اقدمها للدارس عندي اقدم له معلومه كافيه وقادر يعمل عمل فني فسيفسائي وقادر يتكلم عنه وقادر يشرحه وقادر يتكلم عنه كلام كويس. ففي الفتره دي فتره بحثي عن معلومات عن الحاجه دي سافرت القاهره، كان اشتركت في ورشه بتاعت عمل مع دكتور سعد روماني اللي هو بحيث انه ده كان الستيب الثاني او ستيب عظيم جدا جدا في تطوري انا في النقله بتاعتي في شغلي، يعني حتى بديت اشتغل بخامات ثانيه، خامات اتعرفت عليها هناك وانتجت بها شغل كان على مستوى عالي جدا اللي هي اللوحه كانت بتاعت باراك اوباما، كان الكلام ده 2013. يعني هل من الصعب انك ترسم شخصيه واقعيه ولا شخصيه في الخيال؟ يعني باراك اوباما يعني بكل الملامح دي قدرت انك تجسدها في اللوحه، هل من الصعب انك تجسد شخصيه انسان في الواقع ولا في الخيال يعني؟ وطبعا نحن في الواقع عشان نكون صريحين نحن بنعمل الشخصيه دي على ورق
أو على مادة مثلا بلاستيكية بنخطها وبنجي نكسر القطعة وبنبني عليها. فنحن بنشتغل على واقع أصلا. فنحن يعني من النادر إنه في حد يشتغل عمل فسيفسائي اللي يكون تصميم من خياله، من الصعب شديد. لكن أنت بتتابع كونه متابعة التفاصيل اللي موجودة في الورقة التحدي أو موجودة في المشمع التحدي، متابعته والتدرج بتاعه دي برضو مسألة ما سهلة بالمناسبة. هنرجع عن رسوم الشخصيات أنفسها، وإنت شاركت بها مشاركات الخارجية اللي وجدت رواج وحظ كبير جدا، وحنشوف مردوده كمان والتبادل الثقافي الكبير ده. نرجع تاني لمحمد حسين صداح. بحسب دقايق الليل انا وين نجيب زملاي، بحسب دقايق الليل انا وين نجيب زملاي، تابع هواكم جافي الاهل والخدان. يا لعالي صدرك مال وضميرك الهجلان، انا عالي صدرك مال وضميرك الهجلان، لو عيني تنظر خدان او مجتمع زعلان. اعطف علي يا ريم يا نافر طولان، نصرك رقيق وعلي قلبك حجر ملان. حبيبي هون فعلا وقول لسان بالنغمة تذكرني بالنغمة لسان. أي فادع رجع خسراك ولا سيف لحاضك سان، فادع رجع خسراك ولا سيف لحاضك سان، أنا يا مدلل قصدين الحزن أعطف علي. قلبك حجر مالان يا توم هوي، يا أكحل العينين يا نايرة لويا، يا أكحل العينين يا نايرة لويا، شكلك يشيع ويريح قلب الإنس والجان. أشوف نربيك تزيد من بسمتك سريا، أشوف أضيق بياض الدر ونظرة الوريان. أعطف علي بصرك رقيق وعلي قلبك حجر ملان. يا دوبي هو
يا آية الحزن وريحانة السودان، آية الحزن وريحانة التربان، آية محاسن الجيل من كافة الولدان. أي ساكن في شاطئ النيل وبداخل الأبدان، ساكن في شاطئ النيل وبداخل الأبدان، في حارة فيها محاسن جنة الولدان. أعطوه يا ريم يا نافرة الولدان، أعطيه علي يا ريم يا نافرة الولدان، رخيص رقيق علي قلبك حجر مالان. عطوف علي يا ريم يا نافر الغزلان، عطوف علي يا ريم يا نافر الغزلان، نصرك رقيق وعلي قلبك حبيبي هوي، نصرك رقيق وعلي قلبك، أنا خصرك رقيق وعلي قلبك، أما عطوف علي يا ريم يا نافر الوزنان، يصرك رقيق علي قلبك حجر مالان. نرجع أستاذ سامي. نحن تكلمنا، نحن هسه في ظروف صعبة بنعيشها في السودان، وظروف تستوجب من كل الناس انه يوحدوا الوجدان، حاجة ثانية انه تحافظ على لحمة البلد وتحافظ على الأمن القومي بتاعها. فدور الصحفي في الفترة دي بالتحديد في تنوير المشاهد، في تنوير المواطن بكل قضاياه عشان يكون في الصورة معاكم يعني، ومعروف انت يعني مصدر رئيس للمعلومة ومن مكانة زي ما الناس كانت بتتابعك في السوشيال ميديا يعني، وبتتنبأ بكثير من التفاصيل. طيب في الحقيقة نحن والله يعني بمنتهى الصراحة يمكن نحن كنا بعد التغيير مجموعة من الصحفيين يعني الوطن الأحرار يمكن كانوا يعني اعتقدوا إنه يعني فترة يعني معاناتهم ونضالاتهم شوية كده أخذتوا هذا، لكن صراحة طبعا الأوضاع سرعانة ما عادت إلى يمكن يكون إلى أسوأ صراحة. وأنا بجد يعني حزين جدا على إنه نحن كنا استبشرنا خير بالتغيير وإنه الوطن ينال الاستقرار اللي ممكن كان يكون له لبنة تحول في تطور، كان ممكن يكون مشهود، ممكن كان يكون تطور في كل المجالات، لكن نحن هي فعلا مهنة متاعب. سرعان ما رجعنا إلى المربع الأول، بقى علينا الآن نعمل بجهد أكبر من أجل استعادة الحرية والسلام والعدالة صراحة. والمسألة دي هي طبعا يعني كسابق العهد يعني باهظة الثمن بالجد يعني. المطلوب شنو بالتحديد في الفترة والله نحن المطلوب يعني الآن أيا كان المفروض الهم المشترك الواحد يكون السودان بصرف النظر عن أي سياسات بيحميل الشخص يعني. والله ما هو الوطن ده أصلا عشان يكون في السليم لابد من إنه الأوضاع تكون
يعني طبيعيه ويكون الناس يعني في الديمقراطيه المنشوده اللي هي تعبت فيها يعني تعب كثير جدا وجات بعد من 30 سنه من المعاناه. لذلك نحن بنقول انه ربنا يعيننا في انه نقول كلمه حق من غير متاعب. وبجد الان يمكن الظروف الان الموجوده يمكن ولدت يعني اخرين ولجوا المجال، يمكن ما زمنام ولا رأيناهم زادوا تغبيش الوضع الان الموجود. فانا بقول صراحه انه الان نحن علينا انه نلتحم من جديد على اساس انه نقدر في هذه الظروف نقدم رساله تحترم هذا الوطن. شكرا استاذ ابو بكر. يعني في الفتره الاخيره بقينا نشوف كثير من المبدعين والفنانين بيسافروا ويمثلوا اسم السودان، جزء منهم بيخصم من التمثيل الحقيقي بالنسبه للسودان كصوره زاهيه بمبدعينه وبفنانينه، والجزء الاخر بيمثل السودان خير تمثيل في ظل الغياب الرسمي يعني لتهيئه المناخ بالنسبه للمبدعين حتى انه يمثلوا بالصوره المطلوبه. فانت كان عندك مشاركات خارجيه جميله جديره انه نقيف عندها يعني، فكلمنا عنها شويه كذا وقدر كيف هي ممكن تكون تضيف بالنسبة للفنان من مشاهدات جديدة من واقع خبرة وتجربة. يعني في رحلة بحث دائما مقصودة يعني مقصودة الليلة أول ما الوطن، والكلام ده مقصود عدو خريف، أول ما الوطن غيم أنت الليلة، أول ما السماء ده يغيم انت لو عينت للمئذنه بتشوفها لونها واضح، لانه نسبه الضوء بتاع الشمس بقل، فبالتالي انت بتشوف الالوان بالدرجه بتاعتها الحقيقيه. فالدراسات الميدانيه اللي كنا بنمشيها هي ملتنا من السودان، من كل انحاء السودان ملتنا بكل جوانب السودان، مخزون سواء كان ثقافيا سواء كان حتى في الاجتماعيات بنشوف الناس بيتعاملوا كيف في الزواج، في العادات بتاعتهم والتقاليد، بتشوف الطبيعة، بتدرس المناطق دي الجبلية الطينية الرملية البحر كده. فده ولد فينا طوال، أول ما أنت تتخرج بتحس أنك أنت مشتاق لأنك تسافر. السفر للفنان بالمناسبة حاجة مهمة جدا جدا. نحن لما الواحد مثلا يسافر يشارك برا عشان انت بتكتسب خبرة، اول حاجة انت بتشارك باسم السودان طبعا، ده المقام الاول. انت بتكتسب خبرة، بتتعرف على خامات جديدة، بتقدر تجيب لك ادوات جديدة، بتقدر تطور نفسك. مرات انت قد تكون عندك معالجات، يعني انا ابو بكر الشريف عندي معالجات على السيراميك، بحيث انه الناس برا ما عندهم وبدوا يستفيدوا مني، يعني حتى ممكن انت تفيد غيرك. فالسفر بالنسبة للفنان حاجة مهمة جدا جدا، لأنه بيكون في تبادل، بيكون في معرفة، بيكون في تطور، بيكون في حتى العلاقات الاجتماعية بينك وبين الناس برا البلد، فبالتالي بيكون فيها بتسهل عليك عملية التبادل. هنسافر تاني معك، لكني سافر مراضيب اللحن والنغم مع محمد نغني. كلماتك لسه صداها جميل، دمعاتك لسه على المنديل، كلماتك لسه صداها جميل جميل، دمعاتك لسه على المنديل. يا اللي قلت هوانا عمره طويل، مالك كده فجأة بقيت نساي، مالك كده فجأة بقيت نساي. يا أمل موعود، يا طريق مسدود، ما راع خطاي،
كلماتك لسه صداها جميل جميل، كلماتك لسه على المنديل، كلماتك لسه صداها جميل، دمعاتك لسه على المنديل، لل قلت هوانا ده عمره طويل ما لك ده فجأة بين نساي، ما لك كده فجأة بين نساي، يا أمل موعود عطريق مسدود ما راح خطاك. لو كان الناس قالوا لك عني عارفني براك أكثر مني، لو كان الناس قالوا لك عني أنا عارفني براك أكثر مني، تشوفني بدون ما تشوف عينيك، تسمعني بدون ما تسمعني، يا أمل موعود لا طريق مسدود ما راح خطاي. لو كان الناس قالوا لك عني عارفني براك أكثر مني، لو كان الناس قالوا لك عني أنا عارفني براك أكثر مني، بتشوفني بدون ما تشوف عينيك، تسمعني بدون ما تسمعني، يا أمل موعود طريق مسدود ما راح خطاك. بتفوت ولا حتى تودع زاي، بتفوت ولا حتى تودع زاي، بتفوت ولا حتى تودع زاي، يا أمل موعود عطريق مسدود ما راح خطايا، يا أمل موعود الطريق مسدود ما راح خطاي، يا أمل موعود لا طريق مسدود ما راح
واصل مشاهدينا دفقنا عبر حرف ولون ونغام، نتجه الى الحرف مباشره. يعني انت قدرت تولف ما بين مجالات مختلفه، ومن الصعب بيناتهم تضبط كل واحد يعني تديه حقه يعني، لكن انت قدرت تضيف نكهه اضافيه يعني. فتنقلك ما بين العمل الصحفي والتقديم والانتاج الخاص. طيب هي طبعا زي ما بيقولوا سلسله مع بعضها. انا من ضمن التجارب الصحفيه بعد ما يعني اصدرت صحيفه المواكب مع الصديق انور عثمان، اتجهنا الى انتاج نسخه تلفزيونيه من صحيفه المواكب، وكان برنامج المواكب على قناه النيل الازرق قدمنا فيه عدد من الحلقات، وكان حتى رؤيته كانت رؤية جديدة، اللي هي كنا تناولنا يعني معاناة المبدعين في الزمن السابق، وصراحة كانت برضو تجربة ثرة وتجربة أنا اعتز بها جدا، وقف خلف الأخوين والأصدقاء مهدي نور وأخونا حمد عكاشة، وكانت صراحة تجربة أنا كنت أتمنى إنها تمتد على أساس إنه نقيف على معاناة المبدعين في الزمن الماضي. ما معاناة فقط، أنتم بتتناولوا بعد المعاناة دي مواضيع الرئيس وتتناقشوا عنها بمنتهى التخصصية. بمنتهى التخصصية وبمنتهى الشفافية، لكن سرعان ما عادت المعاناة من جديد. لكن ما زال الأمل موجود. المسجدين كيف الثلاثة ذيل؟ أنت هل يعني في مفهوم العام عند الناس يعني دخول الصحفيين في فترة أخيرة بالنسبة لتقديم البرامج التلفزيونية في جزء ناس بتضيف وناس بتحذيف وناس بتشيد وكذا وكذا، فأنا بقصد في النقلة دي، النقلة التلفزيونية جزء مقروء عنده جمهوره، نقلة بتفاصيل مختلفة تلفزيونية يعني. نعم. كيف قدرت توازن وكيف قدرت تقرا مردود الناس يعني من تجربتك دي؟ والله حقيقة هو طبعا التجربة دي أنا خطها مع سبق الإصرار والترصد، وكان أخونا مهدي متخوف جدا يعني من التجربة، وبيسأل فيني قلت له يا مهدي يا أخي أنا والله يا أخي ما خلاص أنا صحفي أنا حقدم، فقال لي سامي يا أخي يمكن العمل ده الزول عشان ما يعني يقيف على بداية التقديم وكيفية الحوار والختمة عاوز له سنة ونص، يعني أنت داير تجي تتلم لي في البرنامج ده كده؟ قلت له أيوه انا البرنامج انت ما تخاف، فالحاجه دي حتمشي ان شاء الله وحتمر. فصراحه كانت تجربه ناجحه يعني، نحن قدمنا يمكن اكثر من 5 حلقات، فكان في تطور مضطرد من كل حلقه والثانيه، وبجد يعني لحد ما وصلنا يمكن الى مرحله الاحترافيه، وده يمكن حفز اخونا محمد عكاشة انه التجربه دي تمتد ان شاء الله، وعندنا شغل ان شاء الله نحن حنقدمه من خلال يعني جمهوريه مصر العربيه، عندنا رؤيه اخرى، حوارات يمكن ذات صله إن شاء الله بهذا الوطن. لكن ليه اخترتم بالتحديد المتحف يعني؟ ليه التخصصيه في اختيار مكان معين؟ طبعا يمكن انت تكون عارف انه مهدي دقيق يعني في حاجاته، وبيمثل ثنائية جميلة جدا مع محمد أخونا محمد عكاشة أستاذ محمد عكاشة، فهم بيهتموا بكل التفاصيل. المتحف هو طبعا يعني تاريخ ثر وعلامة فارقة يمكن في تاريخ وطننا، فهم الاختيار هم كانوا من كان اختيار مكمل للفكرة وكانت حاجة جميلة جدا. ويمكن أول حلقة كنا استضيفنا فيها مجموعة من عمالقة القلم بقيادة أستاذنا كمال الجزولي، فحقيقة كانت تجربة جميلة، وصراحة يعني أكدت لي أنه العمل الإعلامي سلسلة مترابطة تعتمد فقط على الثقة وتحتاج لدفق متواصل. نعم. نعود مجددا لأستاذنا أبو بكر، يعني التحديات كثيره، وقبل اتكلم عن التحديات اللي بتواجه مجال الاعلام بالتحديد تحدي التوظيف، وحكى تجربته ومعاناته مع الجانب ده. التحديات اللي بتواجه الفنان التشكيلي في السودان بالتحديد يعني شنو، وبرايك الدوله هل قدرت توفر منها ولا لسه محتاجين ندق الابواب زياده يعني؟ طيب انت بتقصد
التحديات تحديات المناخ بتاع الفنان التشكيلي نفسه، الفنان التشكيلي عموما. أيوه. ولا نتكلم عن الجزئيه بتاعه الفسيفساء؟ لا نتكلم عن الفنان التشكيلي. الفنان التشكيلي عموما هو بالمناسبه الفنان التشكيلي مليان، الفنان التشكيلي السوداني بالمناسبه مليان ثقافه وابداع ما عادي، والحاجه دي نحن بنحسها من خلال مشاركاتنا لما الفنان التشكيلي ده يمشي يخط لوحه في دوله من الدول، يعني الناس دي بتصاب بإدهاش. العمل الفني بتاعنا، العمل الفني بتاعنا بالمناسبه مليان، لانه الثقافات بتاعتنا متنوعه وكده، فتقديمنا للحاجه دي مفترض على الاقل احنا يعني الدوله تقيف على الحاجه دي. للاسف الشديد ولا وزاره الثقافه ولا السياحه ولا 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 ما في اي حاجه. ان شاء الله يكون في اهتمام زي ده اكثر، يعني بانكم تطرقوا الابواب عشان تمهدوا للجيل الجاي. لو مرينا سريعا بس سريعا للفسيفساء بتاعت يعني حكيم الامه السيد الصادق المهدي رحمه الله عليه، تعملت جداريه وقدرت يعني تجد حظها من التداول في السوشيال ميديا برضه للملامح الواضحه والتدقيق الكبير في استخدام الادوات. يعني الجداريه من سنين انا كان عندي هم في راسي انه المفترض اشتغل للشخصيات بتاعتنا. ليه؟ لانه لما سافرت تونس كان في الاب الروحي للفسيفساء في تونس قام يتكلم معي، قال لي انا كان مشارك بلوحه بتاعت باراك اوباما، قام قال لي يا ابني مالك مال باراك اوباما، امشي بلدك تشتغل على الشخصيات الوطنيه في بلدك، تكون خدمت بلدك وخدمت نفسك. وقد كان طيلة الفترة دي من سنين، الكلام ده من 2015 والموضوع ده أنا داير في راسي، لكن عايز له دعم. ولحد ما أتيحت لي الفرصة عن طريق اللجنة القومية لتكريم الإمام الصادق، وهم قالوا عايزين يعمل جدارية. هم حتى لما قالوا داير يعمل جدارية يتحدد عدد الأمتار بتاعها إنها مترين فقط، أنا عملتها من عندي 5 أمتار، يعني زدتها 3 أمتار إضافية ليه، لأنه الشغل ده هو يبقى لي انا اضافه ثانيه. يا سلام، ان شاء الله نتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح، ونشوف اعمالك في كل مكان. امين. احنا ما حقول للاسف، لكن بطعم الجمال واللون والنغم والحرف اللي توجد هنا في الحلقه دي. سريعا لكل الساده المشاهدين، لو عايزين نودعهم، لو عندكم رسائل في بريدهم برضه ليكم الحريه. استاذ سامي. طيب انا والله سعيد جدا بهذه الإطلالة، ويمكن يعني قلنا جزء من حاجات قليل من كثير، وقليل من كثير، ويمكن ما كملنا بعض الأشياء، لكن يمكن رؤوس مواضيع قد يتناول المشاهد وبذكاء يفكك هذه الرؤوس المواضيع. أنا سعيد بهذه القناة الفتية مرة أخرى. إن شاء الله نتلاقى في مرات تانية في زمن أوسع إن شاء الله بإذن الله. تحياتي وحبي للجميع. شكرا جزيلا أستاذ سامي الطيب، كتر خيرك. أستاذ أبو بكر. أنا بتكلم مثلا عن الجزئية بتاعت الفسيفساء، في حاجات مهمة لازم يتحلى بيها، الصبر، الدقة، حب العمل. شكرا استاذ ابو بكر الشريف، شكرا استاذ سامي الطيب، كتر خيرك. احنا مبسوطين جدا انك كنت معانا اليوم وشرفتنا، وده شرف انه يكون الظهور الاول على شاشه الشروق بالتحديد في برنامج حرف ولون ونغم. شكرا مشاهدينا لكرم المتابعه، احنا كنا سعداء جدا في ضيافه ود الاسد بتوتي. شكرا كمان لتيم عمل برنامج حرف ولون ونغم لاخراج هذه الحلقه بالصوره الجميله، نتمنى انه ترضي اذواقكم كمان. كتر خيركم، الملتقى ان شاء الله في حلقات قادمه. دمتم دائما في رعايه الرحيم، ونختم بمحمد. زمام يا ناس خضره وجمال واديها، زمام يا ناس قلبي المتيم بيها، زمام يا ناس خضره وجمال واديها، زمام يا ناس خضره وجمال واديها، زمام يا ناس أموت ما خليها، زمام يا ناس أموت ما خليها. القمر بيضوي أنا شد بلالي بالنجوم، قمر بيضوي أنا شد بلالي بالنجوم. يلا غنوا سعادة لينا دوم، يلا غنوا سعادة لينا دوم.
أم زمام يا ناس مضرب جمال واديها، أم زمام يا ناس قلبي متيم بيها، أم زمام يا ناس مضرب جمال واديها، أم زمام يا ناس قلبي متيم بيها، أم زمام يا ناس أموت ما خليها، أم زمام يا ناس أموت ما خليها. القمر بيضوي سنبلالي بالنجوم، قمر البيضوي سنبلالي بالنجوم، مك يلا غنوا سعادة لينا الدوم، مك يلا غنوا سعادة لينا الدوم. جبينا بضوي انا شوقي ليك حزين، زول البريده الليله جايه لوين، جبينا بضوي شوقي ليك حزين، زول البريده الليله جايه لوين، عشان ام زمام مسافر الاثنين، عشان ام زمام فغادر الخرطوم. القمر بضوي شبلات النجوم، قمر البيضوي مك يلا غنوا سعادة لينا الدوم، مك يلا غنوا سعادة لينا الدوم. أم جبينا بضوي أنا شوقي لك حزين، زول البريدة الليلة جاية لوين، جبينا بضوي أنا شوقي لك حزين، زول البريدة الليلة جاية لوين، عشان أم زمام مسافر الاثنين، عشان أم زمام بغادر الخرطوم. القمر بضوي أنا وقمر البيضوي شبلالي بالنجوم، مك يلا غنوا سعادة لينا الدوم، مك يلا غنوا يلا غنوا يلا 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 غنوا يلا 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 غنوا يلا 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 غنوا يلا 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 غنوا. مك يلا غنوا، مك يلا غنوا.